السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يبحث مع رئيس بولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا محل الاهتمام المشترك. محمد بن راشد آل مكتوم في أول اتصال مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من مركز محمد بن راشد للفضاء. مؤتمر الأمم المتحدة الخامس يدعو إلى تحول رقمي أكثر شمولاً وعدلاً في بلدان العالم الأقل نمواً. أبو ظبي للصادرات وميتسوي المالية يقدمان قرضاً بقيمة 135 مليون دولار لتمويل ترافيغور السنغافورية. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم فخامة الرئيس البولندي في قصر الشاطئ في أبوظبي، ورحب صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء بالرئيس البولندي والوفد المرافق، معربا عن تمنياته أن تكون زيارته دفعة قوية للعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة. واستعرضت جانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما، خاصة في المجالات والقطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها، كما استعرضا تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والإنسانية. ننقل لكم وقائع أول اتصال في مركز محمد بن راشد للفضاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي حول أبرز التجارب التي يقوم بدراستها حاليا. نتابع. سلطان، الحمد لله على السلامة ووصولك القاعدة الفضائية، والحمد لله على سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طويل العمر، الله يسلمك ويطول عمرك. الحمد لله وصلنا إلى محطة فضاء الدولية ونحن بأحسن حال، وسعيد بوجودي في هذا المكان، ونتمنى أن نتواصل معاكم إن شاء الله على مدار الستة أشهر القادمة إن شاء الله. وأنا أبشرك أن شباب دولة الإمارات والشباب العربي هم يلاحظونك يعني. شكرا يا طويل العمر. أنا لازلت أستذكر وعدك لزميلي هزاع المنصوري لما وصل لهذا المكان في 2019، وذكرته من قبل، والآن أقولها يا طويل العمر، أنا ربما كنت أسعد شخص بهذا الأمر، وهو دلالة على استمرارية الإمارات في هذا المجال. ربما اليوم سلطان، ولكن بالتأكيد هناك في أشخاص راح يتبعون أثر زميلي هزاع المنصوري في المستقبل ويكملون هذه المسيرة إن شاء الله، وهذا اللي نتمناه. ويعني شو الأبحاث اللي تسويها الحين هناك من بعض الجامعات اللي موجودة هنا؟ نعم طويل العمر، نحن من اليوم الأول ونحن عندنا جدول مزدحم حاليا، في طاقم راح يغادر المحطة بعد 3 أيام، وطاقمنا راح يستلم المهام هذه كاملة، وعلى مدار الستة أشهر في هناك أبحاث علمية تقريبا عندنا عدد لا بأس به من التجارب العلمية اللي بتشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع وكالات الفضاء العالمية، وبالتحديد عندنا تجارب إن شاء الله من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بتحمل بصمة إماراتية إن شاء الله. ومن الأبحاث العلمية يا طويل العمر، نحن كرواد فضاء نكون مادة للبحث. انعدام الجاذبية لها تأثير بالغ على جسم الإنسان، ونحن عندنا خطة طموحة مثل ما تعلم يا طويل العمر، بإن شاء الله يوم من الأيام راح ينزل الإنسان مرة أخرى على القمر وربما المريخ، فلا بد من الضرور مكان نعرف تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامنا، وهذا اللي بالفعل قاعدين نخوضه يوميا، ناخذ تسجيلات وقراءات على أجسامنا وتأثير الفضاء بحيث أن نتلافى مخاطر هذه في المستقبل. مبروك مبروك وموفق والله يحفظك.
انطلقت اليوم فعاليات أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتعد القمة الشرطية العالمية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنقاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمن. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 7 لسنة 2023 بتعيين حسين محمد محمود الرئيسي مديرا تنفيذيا لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكافة القطاعات في الإمارة. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في تصريح له بمناسبة يوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من شهر مارس أن تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق التفوق في كافة المجالات في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، مما شجعها على الإبداع وتحقيق التوازن بين انطلاقها في تحقيق نجاحاتها والحفاظ على الهوية الوطنية وبناء مجتمعها وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في كافة مجالات الحياة. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات عن أسماء الفائزين ضمن فعاليات هاكاثون الإمارات 2023 الذي عقد للعام السادس على التوالي في جميع إمارات الدولة على هامش فعاليات شهر الابتكار الذي يصادف شهر فبراير من كل عام. تم ذلك خلال حفل ختام النسخة السادسة من الهاكاثون والذي أقيم في كليات التقنية العليا في دبي بحضور سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحوكمة الرقمية وممثلي عدد من الجهات الحكومية المشاركة بالإضافة لشركاء الهيئة من القطاع الخاص والمتسابقين. وتضمنت قائمة شركاء الحكومات الرقمية المحلية في الدولة وعشر جهات اتحادية وخمسة عشر جهة حكومية محلية وتسع جامعات وطنية وتسع شركات من القطاع الخاص يمثلون قطاع التقنية. التعايش والجاهزية القتالية بين منتسبي القوات المسلحة الماليزية والإماراتية هو محل تقدير القيادة العسكرية في البلدين الصديقين. نتابع الفيديو من الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية. تعرفنا على بعض الأشخاص الموجودين في قوة الماليزيين وتعايشنا معهم، كانوا من أفضل الأشخاص اللي مروا معنا. نوجه رسالة شكر من القوة الإماراتية إلى القوة الماليزية على هذا العمل المشترك بين القوات، وكسبنا معرفتهم والأصدقاء وكسبنا منها الخبرة العسكرية للقوة الماليزية. الأيام القادمة إن شاء الله أن نسافر اللي هو دولة الماليزية ويكون راح يكون في عمل مشترك معهم إن شاء الله. سعيدين وفخورين في هذا التمرين اللي يكون فيه خبرات متبادلة ومكسب.
شاهدنا السرعة، شاهدنا الاهتمام، شاهدنا الاحترافية، شاهدنا العمل المميز والذي أدى إلى أظهار صورة احترافية للقوات المشاركة في التمرين سواء من ماليزيا أو الإمارات. إلى الأخبار العربية والعالمية من 7 إي نيوز. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس للموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله المستقبلي مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية. وفي المذكرة التي تم إرسالها في وقت متأخر اليوم، قال مالبس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس الذي يحدد البرامج المستقبلية بين عامي 2023-2025 بشكل مؤقت، وأرجى اجتماع مجلسه حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر. وأضاف أن العمل الحالي مستمر، وقال إن البنك الدولي ينظر إلى الوضع على أنه مقلق للغاية، لكنه يعتبر أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين إيجابية وسيراقب تأثيرها. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايتس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي بشأن الهجرة والتقارير عن اعتقالات تعسفية، وحث السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. وندد الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق بالعنصرية، وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد 10 أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها خطاب كراهية عنصري. وصل وزير الدفاع الأمريكي لويس أوستن إلى العراق اليوم في زيارة غير معلنة. قال مسؤول أمريكي أنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك. وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه، ما سيسمعه العراقيون منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداء العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق. أبلغت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكام مجلس الأمن أن السلطات المختصة تواصل التحقيقات في الحوادث التي تم فيها تحديد استخدام أسلحة كيميائية أو احتمال استخدامها في الجمهورية العربية السورية. وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما في ذلك تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية تتبع المعذرة أعلى معايير وأفضل الممارسات التي تستخدمها هيئات التحقيق الدولية للتوصل إلى استنتاجات راسخة. وشدد على أن جميع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في التقرير تستند إلى تقييم وتحليل شاملين لجميع الأدلة المتنوعة والعديد التي تم تلقيها وجمعها. وجه مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة بقطر اهتمامه إلى أحد أكثر التحديات العالمية خطورة، ألا وهو سد الفجوة الرقمية الواسعة بشكل مذهل بين الدول. ويأتي الاهتمام المتجدد بهذه القضية
في وقت وجد فيه تقرير أممي صدر للتو أن ثلثي سكان أقل البلدان نمواً ما زالوا غير متصلين بالأنترنت. ووفقاً للعديد من المتحدثين في المؤتمر، الحل يكمن في إيجاد طرق ليس فقط لربط أولئك الذين تخلفوا عن ركب التقدم، ولكن لمعالجة الفجوة بشكل مستدام وتعزيز الظروف من أجل الوصول الرقمي الأكثر شمولاً. رحب الأمين العام بالمشاركة الأخيرة لرئيس أنغولا وبطل الاتحاد الأفريقي من أجل السلام والمصالحة جواو لورينسو، مما أدى إلى إعلان وقف إطلاق النار ابتداء من 7 مارس، ويأتي امتثالا لقرارات الاتحاد الأفريقي. وطالب المجلس المؤلف من 15 عضوا الذي اعتمد بالإجماع بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله، كما أعرب المجلس عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريتش الذي كان أول من ناشد وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي لتحقيق هذا الهدف. أما الآن فإلى مقال اليوم. أما مقال اليوم فهو من موقع 7E نيوز الإخباري، حيث كتبت زينة معلوف مقالا بعنوان الذكاء الصناعي لخدمة الإنسان أم القضاء عليه. جاء فيه: كثر الحديث مؤخرا عن منظومة الذكاء الصناعي وعن كم الناس الذين قد يخسرون وظائفهم نتيجة تطور هذه التكنولوجيا والتي يتم التسويق لها بشراسة تثير الرعب في قلوب الكثيرين والذين يدعون تجاهلها معلقين أيعقل، وكم من الوقت سيستغرق الأمر حتى يطالني تأثيرها، وما مدى خطورتها على وظيفتي الحالية. وبين حالة من الوهم واليقين تثار الكثير من التساؤلات والتخوفات من شبح البطالة الذي بات يهدد الكثيرين، الأمر الذي أثار لدي الكثير من الأسئلة قائلة في نفسي: لتقم هذه الآلة بالأعمال الرتيبة المملة ولنتفرغ نحن البشر لإبداعنا وتطوير أنفسنا، لتكن أداة في خدمتنا لتسهل من حياتنا وتجعلها أفضل. ولكن هل يتم تطوير لهذه الغاية حقا؟ وبما أنني شخصيا أنتمي للفئة المتفائلة من الناس، بدأت أنظر للموضوع من زاوية مختلفة. لما ينظر لهذه التكنولوجيا كتهديد وليس كوسيلة لتحسين حياتنا، كأداة نستخدمها كغيرها. لتصفعني إجابة قاسية مفادها أن أصحاب رؤوس الأموال والجهات الربحية هم من يقررون توجه هذه التكنولوجيا وليست نزعتي الإنسانية، فلا يهم كم من شخص سيخسر وظيفته ولا كم الأموال والسنوات التي استثمرتها بتعليمه وبناء خبرته، المهم هو رفع هامش الربح. والآن مع أخبار بانوراما من 7E نيوز. قال حاكم منطقة في كولومبيا حيث يتكاثر حوالي 150 فرس نهر خارج نطاق السيطرة، إنه متفائل بأن الحكومة الكولومبية ستعطي الضوء الأخضر لإرسال نصف الأفراد إلى محميات في الهند والمكسيك في الأشهر المقبلة. أما كاريكاتير اليوم فهو بعنوان UN بريشة الفنان علي خليل، اخترناه لكم من صحيفة الخليج الإماراتية. أما إنفوغراف اليوم فقد اخترناه لكم من وكالة أنباء الإمارات بعنوان مبادرات محمد بن راشد العالمية توسع شراكاتها الدولية لدعم تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي. وإلى إنفوغراف آخر اخترناه لكم من موقع 7E نيوز، يظهر مؤشر أغلى الدول العربية من حيث تكاليف المعيشة. أما تغريدة اليوم من تويتر فقد اخترناها لكم من منصة دبي بوست، إحدى المنصات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام. جاء في التغريدة: هكذا احتفلت فرجان دبي بليلة النصف من شعبان. نتابع: أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فقد اخترناه لكم من اليابان، حيث مطعم ياباني بارد في الخارج ولكنه دافئ من الداخل، يقدم وجبات عشاء مريحة في قرية الشتاء السحرية.
أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E نيوز. قدم مكتب أبوظبي للصادرات إديكس التابع لصندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة سوميدو ميتسوي المالية اليابانية قرضاً مشتركاً بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لصالح شركة سنغافورية رائدة عالمياً في تجارة السلع. وبلغت قيمة مساهمة مكتب أبوظبي للصادرات 125 مليون دولار أمريكي في قطاعات حيوية مثل الغاز والصناعات النفطية والبتروكيميائية والمعادن. أكد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً هاماً ومحورياً في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات التغير المناخي في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن كوب 28 سيشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي. سجلت صادرات الصين في الفترة من يناير إلى فبراير هذا العام رقماً قياسياً جديداً بلغ 3.5 تريليون يوان وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك. وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين في الشهرين الأولين بلغ 6.18 تريليون يوان بانخفاض طفيف على أساس سنوي بنسبة 0.8%. قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إنه ليس من الضروري القلق بشأن التوقعات الاقتصادية للصين. وردت تشين على أسئلة الصحفيين من الداخل والخارج بشأن السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية للصين في مؤتمر صحفي عقد في بكين: يشعر البعض بالقلق بشأن التوقعات الاقتصادية للصين والتي أعتقد أنها غير ضرورية تماماً. قامت المؤسسات الدولية مؤخراً بمراجعة توقعاتها بالزيادة بشأن النمو الاقتصادي في الصين هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هدف النمو لدينا حوالي 5%، وهو أعلى بكثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E نيوز. قال إيدن تيرز مدرب بورسيا دورتموند إن فريقه يتوجب عليه تجاهل التكهنات المحيطة بخروج لاعب الفريق جود بيلي عندما يواجه تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الألماني تمكن من الفوز في مباراة الذهاب على الفريق اللندني بهدف مقابل لا شيء. النساء المسنات في كينيا يأخذن دروسا في الدفاع عن النفس في حال تعرضهم للسرقة، وتتعلم النساء الأكبر سنا مهارات الدفاع عن النفس لحماية أنفسهن في أحد أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي، حيث قالت امرأة تبلغ من العمر 68 عاما إن أناسا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم من خلال التدريب، لذلك عندما يواجهون مشكلة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم. وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبحث مع رئيس بولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. محمد بن راشد آل مكتوم في أول اتصال مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من مركز محمد بن راشد للفضاء. مؤتمر الأمم المتحدة الخامس يدعو إلى تحول رقمي أكثر شمولاً وعدلاً في بلدان العالم الأقل نمواً.
أبو ظبي للصادرات وميتسوي المالية يقدمان قرضا بقيمة 135 مليون دولار لتمويل ترافيغور السنغافورية. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.